الأولى على يد شقيقها لكن يعمل بما في قضيتها وأن يحكم. سمحة وصلت برسمتي إنه كمان في أطفال يعني يعانوا، والمشكلة كمان اللي استوت للبنات اللي اغتصبوهم في صنعاء، يعني طبعا مشكلة هزت العالم كله، ويعني هنا ما كانش في رفق بالنساء وما كانش أساسا في رحمة للأطفال، فعشان كذا حبيت إني أوصل من ناحية الشيء اللي صار، أوصل فيه عن رسمتي والمعاناة اللي كانوا يعانوها، وإنه نحن كمان ما حصلوش حقهم بالمجتمع، فنحن وصلنا المعرض هذا اللي صار انه نشتي حقوق المراه بشكل عام. بمناسبه التعنيف النساء فكانت الصور مرتبطه ارتباط وثيق بهذا المسمى. اللوحات معبره جدا. ها نحن اليوم مبادرة عندي أمل الخيرية التطوعية، نقيم معرض يناقش قضايا مجتمعية هامة أهمها التعنيف ضد المرأة، المرأة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هي اليوم تتعرض لانتهاكات عدة، سواء كانت انتهاكات بشرية، انتهاكات جسدية، انتهاكات تحرش، انتهاكات جنسية. ها نحن اليوم نريد أن نوصل جميع القضايا من خلال نخبة من الرسامات المبدعات في محافظة عدن، بجهود ذاتية من شباب في المجتمع المدني، نشطاء يحاولون دوما أن يوصلوا رسائل مجتمعية واقعية يناقشون فيها كل هذه الأمور. وبتسميم وبتقديم المبادرة عندي في المجتمع كما أحب أن أشكر وأتقدم.